رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا. هنبتدي بالصفحه الرسميه للنادي الاهلي على تويتر اللي نشرت صوره لكريم ندفت وكتبت نستر شهر ديسمبر هو لاعبنا كريم ندفت، تهانينا ليك. ندفت لعب 7 مباريات في ديسمبر بواقع 571 دقيقه، صنع هدف وقدم مستوى متميز جدا نال استحسان كل الجماهير. كمان نشر أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي صورة على الانستجرام مع المهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي، وعلق وقال من دواعي سروري العمل مع الأسطورة. نشر كمان أحمد شبير نائب رئيس اتحاد الكرة صورة على تويتر من حفل تكريمه ودع كوليبالي، وكتب الأهلي يودع كوليبالي بطريقة الكبار رغم وجود فترة قصيرة داخل النادي الأهلي اكتسب حب الجميع. كمان عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق نشر صورة مع مؤمن زكريا وابنه مالك وأحمد فتحي من عيد ميلاد مالك مؤمن زكريا على الانستجرام وكتب مبروك حبيبي ربنا يخليهولك. نشر كمان أحمد فتحي نفس الصورة على الانستجرام وعلق كل سنة ومالك طيب يا مؤمن ربنا يبارك ليك فيه. نشر برضو إسلام محارب صورة على الانستجرام مع محمد نجيب وكتب كل سنة وانت طيب يا عم الناس يا محترم ربنا يرجعك لينا بالسلامة. نشر بقى وائل رياض شيتوس نجم النادي الاهلي السابق فيديو على الانستجرام لهدفه في شباك ريال سوسيداد سنه 2003 في المباراه اللي انتهت وقتها الاصلي بالتعادل 1-1 قبل ما يلعب الفريقين ركلات ترجيح يفوز فيها الفريق الاسباني. تعالوا نشوف. نشرت صفحة رسمية لنادي الجونة على تويتر صورة للاعب محمود الجزار اللي اتنقل لصفوف الفريق وكتبت نرحب بانضمام محمود الجزار على سبيل الإعارة من النادي الأهلي. عالميا بقى احتفل محمد النني بيوم انضمامه للأرسنال ونشر صورة على انستغرام وكتب يوم 14 يناير يظل محفورا في قلبي منذ 3 أعوام، في اليوم نفسه انضممت للعائلة عائلة الأرسنال أسميها العائلة لأنها حقيقة ما تجد هنا، أنا ممتن لكل لحظة خلال تلك السنوات الثلاث اللحظات الصعبة والكثير من السعادة، أنا ممتن لكل واحد من المشجعين والمدربين والزملاء الذين أصبحوا أخوة حقيقيين للجميع، أنا ممتن للماضي وأنا أتطلع للمستقبل. نشر كمان مسعود وزال لاعب أرسنال الإنجليزي صورة لي على تويتر أثناء أداء بعض التدريبات وعلق بغض النظر عن أي شيء استمر في العمل. أمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي نشر صورة على تويتر من المباراة مباراة وولفرهامبتون في البريمير ليج واللي انتهت بفوز السيتي ب3 أهداف نظيفة وكتب فوز وشباك نظيفة ليلة مثالية. كمان غوندوغان لاعب السيتي نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب يا له من أسبوع مثالي 19 هدف في المباريات الثلاثة الأخيرة هذه روح فريقي الرائعة. نشر كمان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على الانستغرام صورة من رحلة فريقه للسعودية لخوض مباراة السوبر الإيطالي مع ميلان بكرة وكتب البداية. كمان نشر باولي ريبالا لاعب اليوفنتوس صورة على صفحته على الانستغرام وعلق وكتب مغادرون لمباراة السوبر الإيطالي. نشر برضو ميرالين كاتيتش لاعب اليوفنتوس صورة على الانستغرام من الطيارة وكتب نحن قادمون لجدة. وأخيرا أعلن حارس مرمى أرسنال بيتر تشيك اعتزاله النهاردة عبر حسابه على تويتر وقال ده الموسم رقم 20 ليا كلاعب محترف ضمن 20 سنة وقعت أول عقد احتراف لذلك حاسس ان ده الوقت الصحيح لاعلان اعتزالي في نهايه الموسم وكده يبقى بقالي 15 سنه بلعب في الدوري الانجليزي واللي فزت فيه بكل البطولات الممكنه وحاسس اني قدرت اني احقق كل حاجه سعيت اني احققها هفضل اواصل العمل الجاد مع الارسنال وجوايا امل كبير في تحقيق بطوله كمان في الموسم ده وبعدها اشوف الحياه شايله ايه ليا بره ملعب الكوره.
مشاهدينا دلوقتي معادنا مع فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا النهاردة أستاذ عاطف علي ورئيس القسم الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط.